وأجمل السمرات معنا اليوم الفنانة رويدة عطية. رويدة، كتار يلي تباهوا وحكيوا بمباهات عن علاقتهم بالكبير ملحم بركات. حضرتك نعرف انه كان عندك علاقة معه ايضا وبتجلي، وكان في لقاءات بيناتكم كثيرة. هل أثمرت عن شيء؟ واليوم بعد أسبوعين تقريبا على رحيله، ماذا تقول رويدة عطية عن الكبير ملحم؟ شو ممكن أقول عن موسيقار؟ كل الكلام بيبقى صغير. وأنا حسيت وقت اللي سمعت الخبر، تلقيت الخبر، حسيت حتى الحروف عم تبكي. شو بدها تكتب كلمة؟ وأنا ممكن يعني الحرف عم يعزي الحرف برحيل كبير. بعتبر أنا الجسد هو آلية بتحركنا، الروح هي الأساس، الروح هي اللي بتصنع بني آدم. إذا حبيتي روحي حضل كل عمري أنا، حضل بذاكرتك. بس بقول الحمد لله تركنا هالإرث الفني الكبير اللي كل ما بنسمع أغنية بيخلق هو من جديد. اليوم ما بدي أقعد أقول شو كنت أحكي أنا وياه، لأنه صار الكلام ما له فايدة خلص. رحل على مكان أجمل وأنقى وأطهر عند رب العالمين، بس روحه حتبقى موجودة عنا. كان في حزن كتير كبير بتلاحظي عند كل الناس، وكأنه هالإنسان كان عنده الفرح والفرح راح فجأة، لأنه كان مرح، كان صادق. كان لو بعض الناس كانت تعتبر صدقه مهاجمة، إلا أنه هو كان عم يحكي الحقيقة بدون ما يلبسها ثوب الأدب. كان عم يحكي بكل بي 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 بكل طلاقة، بكل بي بي بكل عفوية. الله يرحمك أبو مجد، بس موجود معنا. لو كنت غايب مثل الشحرورة صباح من عمالقة لبنان، هيك مثل ورق الخريف، ورقة ورا ورقة، بيبقى فيروزتنا الله يحفظها يا رب. لأنه إذا راحت بحسك حتتخربط الدنيا شوي علينا. نحن اللي منقدر الفن. يسلم تمك مع أجمل تعابيرك. عم شوف فيك شاعرة، وأنت قلتي لي من شوي السر أنك تقرأينا كثيرا، وهيدا يلي ناقص لا يطلع عنا مستوى الفن يرقى إلى الكمال. ربنا يزيدك من نعمه ومكمل معك من كل شيء. وحضرتك ايضا على طريق الزواج، هيك رح تفشل كل المعجبين فيك يا رويدة، وكتار بكندا وبموريال بالخاص. الشائعات يلي طاولت ملحم بركات المرحوم طاولتك انت كمان، يعني كيف تحمي نفسها رويدة عطية من الشائعات، من الباباراتزي، من هالاشخاص يلي تصوغ لهم انفسهم بانه يتطاولوا على الفنانين وياخذون بشائعات وتكهنات وروايات غير صحيحه، وهذا اللي عم بيحصل معك دائما، كيف تحمي حالك؟ اكيد بالنفي. طالما انا بطلع بنفي فهي شائعه بتموت، ما بتبقى يعني اكثر من الوقت اللي هي بتكون موجوده فيه. ببدايه مشواري الفني كنت كثير اتضايق، كنت احس بكيف يعني حدا عم يفتر علي، او كيف حدا عم يالف علي قصص. اليوم صرت بشوف انه البعض من الصحفيين هن مرتزقه. يعني اليوم لما بده يكتب عني او عن اي فنان بده حق الارتيك، فخلي ياكم، ما عندي مشكله. ولو ما انا كنت شخص ناجح صدقيني ما هيجي على ذكري. يعني لو ما انا شخص مسببت له عقده كمان ما هيجي على ذكري. فلذلك انا بقول له صحتين على قلبك. بس بالنهايه العالم صوت الحق يعلو ولا يعلى عليه. لذلك انا بقول خلص يكتب بالدنيا، طالما انا على رضا من رب العالمين ورضا والديني ما بيهمني اي حدا ثاني. وبالعكس يلا اكتبه، ما عندي مشكله. رباطه الجأش اللي عندك، القوة والعناد والاستمرار برسالتك، وعارفة حالك مين انت، واضحة كتير. طبعا الوقت عم بيداهمنا، بدي اذكر الاصدقاء على الاس ام اس يكتبوا لنا لغاية انتهاء البرنامج لحتى يفوز معنا شخصين لحضور الحفلة لرويدة عطية بكرة بمطعم ليالي بيروت. بيبقى الجرح الاكبر الذي لا زال ينزف، جرح سوريا. اليوم رويدة عطية ماذا تقول لشعبها ولآلام شعبها؟ كيف تنضم لآلامها؟
ولا ممكن يعني اني ضمن الام اي حدا. بكل بيت سوري كان صار في جرح، صار في حزن، بس اللي بدي اقوله رب العالمين وهبنا نعمه النسيان، الحياه بتستمر بالنهايه. يعني الحرب شو ممكن انا اخذ منه؟ ما فيني اقطف منه ورود. والربيع العربي اللي حكيوا فيه اللي ما طلعت فيه ورده واحده، دم شهدانا اللي سقت هذا الارض، ما في حكي صراحه يعني. بس اللي بقوله يا رب هيك نتحد، نكون ايد واحده، ناخذ مثال اهل لبنان هالبلد القريب منا كيف قدروا يتخطوا هالمرحله. انا دائما بشوف سوريا جميله رغم الجرح، بقول مو مشكله، بعتبرها عروس واجاها هيك مثل جرح صغير بوشها، بس نحن السوريين قادرين نعمل لها تجميل ونخليها اجمل واجمل. ان شاء الله يا رب ترجع الصوره الحقيقيه لسوريا الحبيبه وتداوى كل جراحات دول الشرق.